بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير.
ولا تظلمون فتيلا ما أصابك من حسنة
دخل سجاير زبادي السجارة بس بإذنك السجاير بس. شكرا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. ما أصابك من حسنة فمن الله. الله يبارك. حاضر. ما أصابك من حسنة فمن وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك من رسولا وكفى بالله شهيدا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صوت
شليت. فأعرض
تتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
Yeah.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها من الله حديثا
فمن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وصدق الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كانت هي التلاوة من سورة النساء، وهي السورة التي قرأها الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود على حضرة النبي محمد حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له حضرة النبي محمد: يا ابن مسعود، حسبك فقد بكت عيني وخشع قلبي لكلام ربي. كانت هي تلاوة صوت العلم القرآني قارئ جهاز الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، علم محافظة الغربية والمقيم بمدينة القاهرة، تكريما لأمنا عليها من الله ميقات الرحمة وسعة المغفرة، مشاركة لأسرتها الكريمة عموم عائلة آل خاطر بالهديوة بعموم قرى ومراكز محافظة الشرقية. ليلة تكريم حرم الراحل الكريم الحاج سعد خاطر عليه وعليها من الله ميقات الرحمة وسعة المغفرة، مشاركة لأجلها الموقر الحاج صلاح سعد خاطر، وإلى الوالد الكريم الحاج محمد عيسى خاطر، وإلى عموم الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا. باسمهم أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا لمشاركتكم لنا في هذا العزاء. شاكرا لعميد الصوتيات محافظة الشرقية والمصطحبة لكبار قراء مصر.
باستمرار المهندس محمد احمد اسماعيل ابو المعاطي بالخيوة. شاكرا ايضا لعميل عطاولي اشغال الفراشة والإنارة الشرقية الحاج حسام علي موسى بصحبونا. شاكرا ايضا لعميد الخدمات الراقية الاستاذ احمد عامر بالخيوة. والى عميد مصور الحفلات الدينية الاستاذ ابو هاشم ابو زيد. وشكر الله سعيكم جميعا.